وفي قانون هتكون نفس الانتخابات اللي فاتت، هتكون في قانون، في قانون للاحزاب الموجودين ديل، وفي منور بعد ذات اصلا. انتوا ما قلت لك دائما الارزاق ده بخبط، بس ما عندهم دراسه جدول لحاجه، ما في ما في ما في ما عندهم. لكن الشعب ده عنده دراسه جدول الوطن، الشعب ده دراسه الوطن ده يغير تغيير شامل وكامل، لانه النادر عارفين نفسهم ما عندهم دراسه جدول لكل شيء، بينادوا بانتخابات. تنادوا بانتخابات انت، انت بانتخابات دي بتسعى على شنو؟ ما انا كده خطه بعقل المرتزقه بتاعنا الجوي ديل، المرتزقه الثانيين مرتزقه دي الكفاء المسلح، ما عندهم وضعيه، ما عندهم فهم، بس هم همهم كله، همهم كله مطلبهم بس، مطلبهم راجل ورجال عشان يبني الوطن ده، ما في راجل ورجال عشان ينزل يوقف الدماء اللي بتنزف دي، ما في راجل ورجال عشان يكون في استقرار، يقعد مع كل القوى السياسيه، كل القوى السياسيه في ظل الحراك الماشي ده، يقول يا جماعه لا، كل القوى السياسيه تقعد مع بعض، نقعد مع بعض كل القوى السياسيه في السودان، كل القوى السياسيه في السودان نقعد تحت، نجلس كل الحركات، كل الاحزاب، كل القوى السياسيه نقعد، لانه احنا كان اصلا المساله مساله الوطن، نقعد مع بعض كلنا، نقعد في ترابيزه كل القوى السياسيه معارضين المرتزقه على الارزاقيه على الديناصورات. لو كانوا رجال اولاد رجال كل القوى كان قعدت القوى السياسيه في السودان قعدت، لانه كل الالوان بيموت في الشوارع، وده الوطن اللي بيموت في الشوارع، وده فضيحه تاريخيه لكل القوى السياسيه في السودان. لو طالع ولا صالح زول استنكر كلام زي ده، ما في زول استنكر، لانه كلهم الموجودين كل القوى السياسيه في السودان دي كلها بتاعت مطلب في ذاتها في نفسها، بتاعت مطلب ده دار يجوز ده، ده دار يجوز ده، ده دار يجوز ده، عشان كده هم ما عندهم مبادئ، ما عندهم مبادئ ولا يقدر يبنوا الوطن. ما نكون واضحين احنا ما نجامل، ما عندهم مبادئ كل القوى السياسيه في السودان. كان جابهم حتى الزق المرتزق القاتل عمل لنا ثوره، كان جاب معاهم بيكون نفسي ما عنده مطلب، عنده مطلب، عنده اجندات، عنده اجندات. لكن زول وطني يقول الوزير ده يجيف والنظام ده، هل في الازمه دي؟ الازمه دي الا بعد الثوره؟ ازمه السودان دي الا بعد الثوره؟ ما الا بعد الثوره، ازمه السودان دي منذ التاريخ. ليه في ازمه؟ الازمه لانه الموارد بتاعت الوطن بتتهرب، اي نظام جمسك في السلطه بهرب، الا نميري، الا نميري، ونميري شعلوا الاحزاب دي، نميري شعلوا الاحزاب الاسلاميه ناس الجبهه الداسو، وبيتبادلوا كده في المنافع، والواحد حسب بدوس حسب، وبيدفع الثمن منه الشعب، شغالين بالجوله دي كده على طول، يا دوب حس حاليا الشعب السوداني ده يعرف ثورته دي اهدافه شنو، ودار يعمل شنو، ويمسك شنو. لانه انا زي ما قلت الفتره الانتقاميه دي، الفتره الانتقاميه دي هي زمن بس معين، ناس تقول لنا الفتره الجايه، الفتره الجايه ده، الفتره الجايه ده، الفتره الجايه دي هي فتره، وتنادي بتنادي باحزاب، بتنادي بانتخابات، بتنادي بانتخابات، انتخابات ما معروفه ماشي وين، بترسع على وين، البلد يمسكها منو، وين دستوره، وين وزيره، وين تكوينها، وين المؤسسات، وين القانون بتاع 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 الانتخابات. بالنسبه للاحزاب، هل القانون حيكون نفس القانون المره اللي فاتت، المرحله اللي فاتت، ولا حيكون قانون جديد، ولا في دستور؟ كله ارز، كله ضرب في ضرب، ده كله ضرب في ضرب، ما في دراسه، لانه شوف قانون مشي امرك يا غدر، ناس دارت مشي امرك يا غدر، الشعب ده يكون راضي باي طريقه، لا، الشعب ده واعي وفاهم، الشعب ده فيهم الخطط بتاعتكم كلها، كلها مسقط القتله اللي هو كان السودان، السكن بتاع القتله السودان، الاخوان مكروهين عالميا، اخر حاجه مسكنهم، داري بقوا السودان زي سوريا، داري بقوا السودان زي اليمن، داري بقوا السودان زي الامارات، داري زي سوري زي 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 العراق، زي العراق وليبيا. لكن الشباب اللي في الشارع ده كذبوا اللعبه بتاعتهم تماما، الشباب اللي في الشارع ده ورى العالم، ورى العالم تماما، كشف كشف اللعبه بتاعت هم قتلها، حتى الكفاح واحد مسلح جه خدت يده معاهم، نفس المنظومه، نفس المنظومه، لانه بتاع ارزقيه، بعض القيادات من الكفاح المسلح، بعض القيادات من الكفاح المسلح هم ارزقيه، مما كانوا في الاضغان ارزقيه، نص مع حفتر، نص مع مين، ونص مع بتاع امبابي شنو، ما بتاع ولاء للوطن. السلاح ده لما نشيله بشيله من اجل شيء، لكن ما بشيله من تحقيق مصالح شخصيه. انت نهاب، انت ما منادي،
اذا كان الارتزاق ده، الارتزاق ده مبني عليك منذ ما اسست الحركه بتاعتك. الارتزاق ده مكتوب عليك، بتبيع الناس لحفتر لمين لمين موجود. هل وصلت المركز؟ هل بتبني؟ السؤال يطرح نفسه، السؤال يطرح نفسه، هل بتبني؟ هل بتغير؟ هل بيكون في تقدم؟ هل بتوقف النزيف في السعر ده؟ ما لا ابدا، ما عليك. ما في ولا، ما في انتماءات للوطن، ما في ضمير، في ارتزاق. كل القوى السياسيه دي ما شايف البسر في الشارع ده شنو؟ تستنكروا تستنكروا تستنكروا. لا، الشارع ده اطلع وحركوا الاحزاب الثانيه، والاحزاب الثانيه بتحرك في الشارع، بتدفع بتطلع تحرك، تقول الشارع ده يركب الهاي كلاب زي ناس غازي صلاح الدين وديل وما شابه ذلك. لما نيجي السلطه بيدوسوا على الحزب الثاني، برضه بيدفع الثمن الشعب. ما عملوا حاجه، ما عملنا حاجه. وفي ظل الحراك ده ما في اي حزب بيركب في الثوره ثاني. ظل الحراك ده حزب بيركب في الثوره ثاني، ما في حزب بيسلق في الثوره ثاني، ما في. ظل الحراك ده الشارع ده بيحرك نفسه بنفسه، والشارع عارف مصيره شو. اي حزب قال بيحتك بالثوار ولا بيحتك بالجار المقاومه انت ضربته. ده ما جولته، ده ما زمنه ثاني، لانه الشعب ده واعي. الشعب ده واعي، بقى ما بثق في زول. الضربه اللي ضربنا بها في فض الاعتصام بقت فتحت راس لاي سوداني. ما بثق في اي حزب، لانه الحزب ده كان مهما عمل الاتفاق، مهما عملوا الدستور وقعدوا عشان ينفذ اجنده الشعب، ما بتقدر. بتبني نفسك انت كحزب. عشان كده الشارع السوداني ما بثق في الاحزاب نهائيا، واحذر كل الاحزاب بعيد من الشارع. بعيد من الشارع السوداني، بعيد من الشارع السوداني كل الاحزاب، لانه ما مقبولين في الفتره الجايه. والفتره دي الشعب ده كان ما عرف كل المرتزقه دي، والدعم السريع المرتزق الجنجويد ده، دعم السريع تحلى وتهيكلت الدوله، وتهيكل جيش الدوله، تهيكل الجيش، بقى استقرار، بقى حامل الوطن. الدوله تستلم للجيش بعد الانتصار، الدوله تستلم للجيش الشريف، امين، اولاد رجال، اولاد رجال، رجال اولاد رجال. حتى بعد ذلك يفكروا كيف الانتخابات تكون، كيف الفتره الانتقاليه. استلم للجيش شريف، اختار الشعب بعد اضغاط المرتزق 30، وبعد هيكله الدعم السريع في الدبد، وحدين خطوط الجيش، وحدين تسريع كل المرتزقه، بعد ده كلهم يمشوا. جيش امين على الوطن، دوله بغير جيش ما تتبني، نكون واضحين. في جيش، في شرفه، ما نقول ما في شرفه، في شرفه، لكن القاده في المؤسسه العسكريه قتلوا خونه في الوطن. نصف ذي الاول كل من الشوارع، نصف ذي كل من الشوارع لمزبط التاريخ. مرتزقه بتاع اتفاق مسلح كلهم قتله، بتاع سفاك انتماء، انتقام من الشعب. دي ما بنفوز لنا حاجه، نحن بنقابل دول. اقول لكم لما نقول لهم بنحارب دول، فالحراك ده ما بنحارب دوله واحده، ما بنحارب دوله الميليشيات، ما بنحارب دوله الميليشيات، في دول ثانيه بنحاربها. لانه ولاهم ده، الولاء اللي بيسووه بتاع الموارد وكسب الثروه، الثروه ده ما للشعب، ده للدول الخارجيه، ده العملاء. ما في راجل ودرجال جاب ثروته بنى نفسه، ما في راجل ودرجال اي جيش ميزانيه اجازوله بتاع الدعم السريع، مبنى على شنو؟ الدعم السريع. عقيدته شنو؟ الدعم السريع عقيدته شنو؟ لو سالوكم الدعم السريع عقيدته شنو؟ ما حدا شايفينه في الميادين. الدعم السريع ده ما حدا شايفينه في الميادين، عقيدته شنو؟ عقيدته شنو؟ الناس اللي في الدعم السريع عقيدتكم شنو؟ عقيدتك شنو انت؟ عقيدتك شنو؟ ما دارنا نفهم. انت شايف وين؟ شايف وين انت؟ انت بتقتل في الابرياء، في النساء، في النساء، في النساء، عينوك ليش انت؟ دي خيانه عظمى، خيانه تاريخيه. وفي النهايه مسكوا الدوله، انا بقول لكم في التحسي حاليا مستلم الدوله، مستلم الدوله بواسطه مرتزقه. معقول تضحي؟ تضحي بدوله كامله، بدوله كامله عشان زمره من المرتزقه؟ زمره من المرتزقه تضحي بدوله كامله، ينزف دماء وينزف نزيف في الدوله بسبب ارزقيه مرتزقه قاعدين؟ بالشباب، شباب الوطن، شباب البكره بيكون موجود بيبني الوطن، تضحي بدوله كامله تسلمها للمرتزق؟ يقتل في الشباب بدم بارد، وشباب عاري بصدوره، وانت مبسوط؟ انت عندك ده تاريخ جديد، انا بقول ده تاريخ جديد، تاريخ جديد، وضع جديد. وما في وقف النزيف في الوطن نهائي، اقسم بالله الثوره دي ما عملناها، نكون واضحين، الثوره دي ما عملناها، والله النزيف بقى يزيد، والله الدماء بقت، الارواح بقت تتصادم لحد تاريخ اليوم، الارواح بقت تتزايد وتتصادم.
تتساقط الارواح والدماء زادت. الدماء زادت بعد الثوره، ما في زول متخيل لك ابدا. لكن ارزقيه ومرتزقه، ارزقيه ومرتزقه، ارزقيه ومرتزقه وقتله وسفاكين دماء. ده الوضع. 3 سنين الشعب السوداني بيموت، 3 سنين، 3 سنين الشعب السوداني بيموت في الشوارع، لا حياة من تنادي. بقول لك كل القوة